تتابع مديرية الصحة في محافظة السويداء تقديم خدماتها ضمن حملة الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك من خلال الفرق الجوالة والعناصر الصحية المنتشرة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى حملات التثقيف والإعلان ورسائل التوعية بأهمية هذا الشهر. نحن في عنا ببرنامج الحملي برنامج ندوات، 4 ندوات مركزية بالمحافظة، فلقيناها فرصة إسا بالقدام الإعلام إنه نحكي ونوجه السيدات لحضور هاي الندوات الحملي. نحن في عنا شيء اسمه تحويل للماموغراف وتحويل للإيكو. التحويل للماموغراف بعمر من 45 وما فوق، فوق 45 الأولوية للست اللي عندها عوامل خطورة، والتحويل للإيكو بعمر أقل من 45 كمان الأولوية للست اللي عندها عوامل خطورة. نحن بشهر 10 من كل سنة بنوجه رسالة للسيدات إنه يجوا لعنا على المركز الصحي لنحن نفحصهم فحص دقيق للثدي. نحن منشجع السيدات إنه هن يفحصوا نفسهم بالبيت بمطلع كل شهر. عنا بالمركز هوني بنوجه رسالة للسيدات إنه نحن كل ما كشفنا عن الثدي وعن المشاكل بالثدي بكير، كل ما كان الشفاء كان أسرع وأسهل. لا لا، في وعي كثير وفي إقبال من المراجعين بشكل مكثف لفحص الثدي، ونحن كمان يعني في توعية صحية. تهدف هذه الحملات لتحقيق نتائج إيجابية من خلال المعالجة المبكرة للمرض والتخفيف من الأعباء المادية والوقت والجهد والتعب الذي يتعرضن له النساء المصابات نتيجة عدم الاهتمام والتأخير بإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مبكر. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.